السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد المكرونيه اللي رائعه ولذيذه، ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم كيف ديما ديروا لايك واشتركوا في القناه وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نمشيو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نديرو لاصوص. كنديرو واحد جوج معلقات حتى ثلاثة ربع هاد الكاس ديال الزيت العادي، كنرمي فيه واحد البصيله باش كتشحر لينا. كنكونو دايرين واحد الماء اللي هو غليان من قبل، كنديرو ورقه جوج وراق ديال سيدنا موسى. غادي نوضع هاد المكرونيه اللي على هاد الشكل في الماء اللي هو غليان. الكميه ما كاملش نص كيلو، يعني 500 غرام ما كاملاش كانت عندي. غادي نضيف ليها شويه الملحه والبصله، هي غادي نضيف ليها شويه الملحه. غادي نوضع واحد الضريس ديال الثومه مع البصله، وعندي واحد صدر ديال البيبي اللي مقطع على هذا الشكل واحد شويه. بكميه غرام بحال هذا الشكل، شويه ماشي بزاف، المهم على حساب الاسره ديالكم وعلى حساب العدد اللي عندكم في الدار. هذا الشيء كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. غادي نضيف شويه البزار اولا الفلفل الاسود ونخليه يتشحر، ومره مره كنحركوا هاد المكرونيه باش ما كتلصقش مع بعضياتها. كنحركوا ملي تشحر لينا شويه الدجاج، غادي نضيفوا ليه واحد الجزره وحده اللي هي محكوكه على هاد الشكل، واحد القرعه اولا الكوسه وحده اللي هي محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وكنشحروا الكل جيدا. حكيتو رقيق بزاف بالنسبه للدراري اللي ما تياكلوش الخضره، وباش ما تبانش ليهم الخضره كاينه وياكلوها كنحكو في الحكاكه الرقيقه. وغادي نشحروها مزيان. ملي تشحرت لينا الخضره ديالنا والدجاج، غادي نضيف الكريمه السائله كريم فريش اولا القشطه الطريه، واللي ما عندوش يقدر باش يعوضها بالحليب، ويدير واحد المعلقه ديال الطحين في هذه الخضره ويحرك مزيان، ومن بعد يخوي الحليب. واللي ما بغاش يضيف الحليب يزيد شويه الماء من هاد الماء اللي كتسلق فيه المكرونيه. كنضيف كريمه سائله واحد الكاس ديال العنبه، كنضيفها كتجي غزاله على فكره. واللي ما عندوش وما توفرش عليها راه كاين الحلول، اما تضيفوا كاس الحليب معاه معلقه ديال الطحين اولا معلقه ديال الطحين واحد شويه الماء من هاد الماء اللي كتسلق فيه المكرونيه. ملي طابت لينا المكرونيه صفيتها من داك الماء اللي فيها، رجعتها للطنجره ديالي. غادي نزيد عليها داك لاصوص اللي طيبت قبيله، غادي نخلطو معاها. كتجي رائعه حتى بالنسبه للوليدات، لا بغيتي ديريها لهم فشي بواطا ويديوها للمدرسه، كتجي زوينه ما فيهاش لاصوص ديال المطيشه اللي كيوسخ الدراري، يعني ما يتوسخوا ما والو. التوابل ما فيهاش، فيها غير البزار والملح صافي. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر
شويه ديال الزعتر، وغادي نزيد واحد 100 غرام ديال الفرماج الاحمر المحكوك اللي هو هذا، ونخلط الكل مزيان ونطفي البوطه. كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه ورائعه وخفيفه، ما فيهاش ليدام كثير، ما فيهاش، كتجي زوينه صافي. غادي نطفي البوطه بارك عليها. وهذه هي المقارونيه ديالي، بالصحه والراحه، واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.